الميدانية إلى قضية المحافظة، قام محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل بزيارة قضاء بلد واطلع على الوضعين الخدمي والأمريكي فيه، خصوصا مع استقبال العالم الإسلامي ليوم العاشر من محرم الحرام، حيث يشهد القضاء قدوم آلاف الزائرين إليه. وبهذه المناسبة زار المحافظ مرقد السيد محمد عليه السلام وابتهل لله العلي القدير أن يحفظ العراق والعراقيين وأن ينعم عليهم بالأمن والأمان، كما اطلع على ما تقدمه المواكب الحسينية المنتشرة من خدمة الزائرين للقضاء أو المتجهين إلى مدينة سامراء. وقال جبر أن هذه الخدمات تدل على أن العراقيين موحدين، ولن يستطيع الأعداء أن يندسوا بينهم أو أن يزرعوا بذور الفتنة بينهم. وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لعموم محافظة صلاح الدين من خلال وجود من يمثلهم بشكل حقيقي داخل قبة مجلس النواب. وطالب الدكتور جبر المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حتى يبقى قضاء بلد والمناطق المحيطة في مأمن من كل من تسول له نفسه بالإضرار بهذا القضاء الغالي على نفوس أبناء محافظة صلاح الدين.